بسم الله الرحمن الرحيم. ده الامتحان السابع من امتحانات كتاب ماي فريند، الامتحانات الشامله. اول سؤال بيقول لي there is a clear cut difference. clear cut يعني واضح طبعا، زي ما انت عارف هناك اختلاف واضح between the two، بين الاثنين. عكس كلمه clear cut اللي معناها واضح هو الاتي، obvious دي معناها واضح، serious يعني خطير، vague يعني مبهم او غير واضح، plague دي اللي معناها الوباء او الطاعون والحاجات دي. اذا انت عايز كلمة عكس واضح اللي هو فيج اللي هو معناها غير واضح او مطموس يعني. رقم اثنين تو ذا ويذر فوركاست يت، قدام سيادتك كلمة يت ودي كلمة دالة على زمن المضارع التام، اذا انت عايز تستخدم مضارع تام يبقى هاف يو لسن عشان مضارع تام عشان يت. بوسيبلي ذا موست فيموس نوت باي ايسوب از ذا تورتز اند ذا هير، السلحفاة والارنب. يبقى تعرف ان دي فيبل على طول، ما دام قال لك قصة بتاعت حيوانات وطيور وقصة من دي اعرف ان دي فيبل. اي هاردلي سو، والله مع هاردلي دايما معروف ان انا بستخدم كلمه اني وكلام خلصان عندك، ما انت عارف ان هاردلي بستخدم معاها اني دايما، وان اولموست اولموست بستخدم دايما معاها نو. يبقى حضرتك عايز اني وان. خمسه زي denied ذات زي وير نوت ان كوميتنج ذا كرايم، هم انكروا ان هم كانوا ايه بارتكاب الجريمه، اكيد انفولفد، انفولفد يعني متورطين في ارتكاب الجريمه، لكن ام بريزن مسجون، رابط مغلف، انكلوز معناها مرفق به. كلمة involve معناها يتضمن ومعناها متورط. In order to get the essay not I had to work around the clock، لكي المقال يكتب انت عارف ان عندك get، فانت حافظ اكيد ان get بيجي بعدها الحاجة اللي هتعمل وبعدين بص participle، يبقى تاخد written ودي سببية get الشيء بص participle. بعد كده كلمة cheerful معناها مبتهج، هو في الجملة انا بقول لك كلمة cheerful، الصفة cheerful هنا بتساوي مين؟ بتساوي joyful اللي معناها برضو مبتهج. he is 34، عنده 34 يعني 34 سنة. طبعا الهايفن دي زيادة المفروض نشيلها، ما ينفعش نستخدم هايفن دي غير لما يكون في صفة مركبة بعدها اسم، يعني دي كده غلط. this means he is not man، عنده 34 سنة معنى كده ان هو middle aged man، واللي فيها هايفن كمان ليه؟ عشان مديني اسم او صفه مركبه لما يكون بعدها اسم نعمل هايفن. وانا اي وذا سيلز مانجر، ايام ما كنت انا مدير مبيعات. اي موس اوورد ابرايز، منحت جائزه فور نوت ان انكريزنج سيلز، لما كنت مدير مبيعات انا منحت جائزه في التميز لزياده المبيعات، يبقى ابرايز فور اكسلنس. انت عارف ان كلمه اكسلنس معناها التميز، واكسلنت ممتاز، اكسلنتلي معناها بشكل ممتاز، واكسل معناها يتحدى. I don't smoke any longer، أنا لم أعد أدخن، ده معناها إن I still smoke لسه بدخن، لأ. I didn't smoke، ما دخنتش أصلا قبل كده، لأ. I used to smoke، أنا كنت بدخن وبطلت، ركز معايا. I used to المصدر معناها كنت بعمل شيء وبطلت أعمله، معنى كده إن أنا ما بعملش الشيء ده اليومين دول، يبقى رقم C فعلا. A tunnel under the sea makes a noise between England and France، بقولك نفق بين تحت البحر بيعمل ايه بين فرنسا وانجلترا، بيعمل لينك، لينك دي معناها رابط، يعني في نفق تحت البحر عن الرابط بين انجلترا وفرنسا. people have five fingers in hand، الناس عندهم خمس صوابع في المفروض كل يد. بدايه بوث دي هنحذفها لسببين اتنين، ان بوث كده كده اصلا بيجي بعدها اسم جمع، اسم جمع وفعل جمع زي ما انت فاهم، فكان المفروض ان انا اقول بوث هاندز. السبب الثاني ان بوث معناها ان انت لما تقول مثلا انا عندي خمس صوابع ان بوث هاندس، يعني الايدين الاثنين فيهم خمس صوابع بس، يعني مجموع الصوابع اللي في الايدين خمس صوابع. طب لو قلنا ايتش، يعني كل ايد فيها خمس صوابع والايد في ايتش بتيجي مع الاثنين. طب قول دي بتيجي مع الثلاثة وانت ماشي، افري بتيجي مع الثلاثة وانت ماشي، يبقى لما اقول لك افري هاند افهم ان هم اكتر من ايدين. بقول لك اول هاندس، طبعا قول عايز اسم جمع بعدها، لو قلنا اول هاندس يبقى دي بتشيل ثلاثة، لو قلنا بوث لازم يكون بعدها الاسم جمع، يبقى الاجابه هنا اصبحت each hand في كل يد من اليدين. رقم 13 the performance of each employee، اداء كل موظف is not once a year، بيحصل له ايه مره في السنه؟ forgotten بينسى، applied بيطبق، separated بيفصل، evaluated بيقيم، اداء الشخص بيقيم سنويا. you insulted your neighbor، انت انك تشتم جارك. shouldn't have insulted معناها كان المفروض ما تعملش، shouldn't have وتصريف الثالث يعني كان يجب الا تفعل، كان يجب الا تسب جارك. shouldn't عايزه بعدها مصدر وده تصريف ثالث.
should have يعني كان يجب ان تصب، و should معناها يجب ان، عايز المصدر برضو. يعني انت كده كده مستبعد رقم بي ودي لانهم عايزين مصدر وده تصريف ثالث. should have معناها كان يجب ان تفعل، وانت بتقول المفروض ما كنتش تعمل. 15 the books in the library are divided into many not. الكتب اللي في المكتبه مقسمه الى ايه؟ مختلفه، الى categories رقم دي اللي هي تصنيفات مختلفه. رقم 16 my friend ill when I visited him yesterday. صديقي شعر بالمرض او بدا مريضا عندما زرته بالامس. بدا يبقى لوكت رقم بي، يبدو يعني لوك الماضي من لوك. طب يا مستر ليه ما ناخدش ووز لوكينج؟ شوف دول صديقي كان يبدو. هقول لك ان اي كلمه معناها يبدو يا عم، اي كلمه معناها يبدو. لا تاتي، لا تاتي مستمر، ولا تاتي مجهول ما دام الكلمه معناها يبدو. طب يوز فريزل فيربس وين رايتنج ان وات ايميل. بقول لك احنا بنستخدم الفريزل فيربس لما نيجي نكتب انهي ايميل من الايميلات. السؤال ده للاسف مش منطقي خالص. ليه؟ احنا بنستخدم الفريزل فيربس دي لما نيجي نكتب الفورمال الانفورمال عادي. يعني ممكن استخدم الفريزز فيرب وانا بكتب ايميل فورمال، واستخدمه وانا بكتب ايميل انفورمال. اعتقد الاثنين ما فيهمش قضيه خالص، ولا الاثنين فيهم اي كلام. طيب ازاي؟ طيب انا ممكن اكون بكلم واحد صاحبي فاقول له انا اتطلع لمقابلتك بكره قدام النادي ان شاء الله ما اتاخرش، يبقى يعني كده في الانفورمال. او انا كاتب ايميل لمدير الشركه فاقول له انا هتطلع الى ان اوظف لديكم، يبقى فورمال عادي. فحوار ان الفريزز فيربس دي في الانفورمال بس او في الفورمال بس ده موضوع غلط، يعني السؤال كده مش مظبوط. ايه من دول معمول له ترقيم سليم؟ I read the novel، أنا قرأت الرواية، ولكن علي شاهد الفيلم. حضرتك عندك كده رابط محذوف اللي هو كلمة ولكن، إذا استخدم مكانه سيمي كولون، فطبعا هتختار اللي فيها سيمي كولون رقم إيه. خد بالك دي سيمي كولون بس هي مش واضحة في التصوير. طيب بيقول لك باكج هوليداي ديستنيشن ار يوجوال. المهم في نص الجملة بديك كلمة ذس، والكلمة دي زيها زي كلمة سو، لذلك فالكلمة دي بتعبر عن الريزلت النتيجة. هو هيسألك تعبر عن إيه؟ ضيف لي معلومات سيادتك ان كلمة زوز زيها زي سو، زيها زي كلمة هنس، زيها زي كلمة كون سيك وينتلي، وزيها زي ان تيرن اللي بدور معناها بدوره. قطع بعد كده the first man jumped out of an aeroplane traveling at speed greater than the speed of sound was Arthur Ray Hawkins. اول واحد يقفز من طيارة بتسافر بسرعة اكبر من سرعة الضوء كان واحد اسمه Arthur Ray Hawkins. During an air show اثناء عرض طيب الطيران، Hawkins was flying a new type of plane، كان طاير بطياره جديده او نوع جديد من الطيران. At 40,000 feet بمعدل 40,000 قدم. The nose of the plane dipped sharply. الانف او مقدمه الطياره انغمست بشكل كبير يعني في الارض ماشي تقريبا. It gathered such speed that it was traveling faster than sound. بيقول لك ان الطياره كانت مسافره بسرعه اسرع من سرعه الصوت. near him بالقرب منه او بجواره. there was a button which was to be used in time of danger. كان جنبه في زرار كده بيستخدمه في وقت الخطر. Hawkins pressed it. ضغط على الزرار. there was an explosion and his seat burns through the glass shell. بيقول لك كان في انفجار والكرسي اللي هو كان قاعد عليه بدا يولع. he tried to pull the ribbon which would open his باراشوت. حاول يشد الخيط اللي بيعمل اللي بيفتح الباراشوت بتاعه. It was fortunate that he failed in his attempt. من حسن حظه ان هو فشل في محاولته. For at such rate of speed the parachute would have been torn to pieces. بقول له لان في التوقيت ده وفي السرعه دي لو اتفتح الباراشوت كان هيتقطع لاجزاء وهو كان هيموت. وشكرا على كده. As he sped towards the earth وهو ماشي بسرعه بقى كده ناحيه الارض. He realized that the breathing tube which supplies him with air had also been torn away. لاحظ ان الانبوب الهوائي اللي بيزوده بالهواء يعني تمزق. About 29,000 he tried to بقول لك في حوالي 29,000 يعني من الارتفاع. He tried to open the parachute. He pulled a handle which freed him from the pilot seat. هو استخدم نقبض كده، النقبض ده فك الكرسي بتاعه فهو دلوقتي اصبح حر. He began to tremble. بدأ يرتعد. Was cold and everything went gray. بدأ يرتعد بالبرد والدنيا كلها سودت حواليه. He was not getting enough air. ما كانش فيه حواليه هواء كافي. He remembered a rule for breathing at heights. تذكر قانون قوانين التنفس في الأماكن المرتفعة. He took short sharp breaths. بدأ يأخذ نفس قصير وحاد. And so forced air into the bloodstream. This kept him alive until
at 10,000 feet. He could breathe, بدأ يتنفس يتنفس لحد ما ربنا كرمه يعني. Soon he landed safely in the field of cotton. في النهاية هو سقط بأمان في أرض كانت مزرعة قطن. Arthur Hawkins was the first to make an airplane. أول واحد يصنع طائرة؟ لأ. To reach the moon, يوصل القمر؟ برضو لأ. هو ديسكفر الكتريستي، اكتشف الكهرباء؟ لأ. لكن هو أول واحد يقفز من طائرة سريعة. يبقى رقم إيه؟ Arthur Ray Hawkins was flying a new type of super jet. يعني نوع جديد من السوبر جيت؟ لأ. ولا طائرة نوع جديد من الطيران؟ رقم سي، a new type of plane. بعد كده Arthur Ray Hawkins seat burst through the glass shell because المقعد بتاعه تحطم، لأنه he pressed a button that caused explosion، ضغط على الزرار اللي عمل انفجار، ولا he made a fire inside the plane، أو عمل حريق داخل الطيارة، ولا the plane was at high speed، الطيارة كانت ماشية بسرعة قوية، ولا the plane was dipping down، الطيارة كانت بتنغمس في الأرض. إجابة السؤال ده هنا كده بالظبط، بيقول لك near him، جنبه، there was a button which was to be used in time of danger. Hawkins pressed it. There was an explosion and his seat burst. معرفش ايه كده. الحتة دي معناها ايه بقى؟ يبقى احنا المفروض نختار يعني. بقول لك ان ارثر ده المقعد بتاعه burst through the glass shell because he pressed a button that caused explosion. اللي هو ضغط على الزرار، الزرار ده عمل حريق في الطيارة. Arthur Hawkins flew a new type of plane during، هو كان بيمشي بالطيارة نوع جديد من الطائرات أثناء عرض طيران، an air show، أثناء عرض طيران، عرض جوي. لكن أول واحدة رقم بي دي بيقول لك the first world war، الحرب العالمية الأولى، ولا موكب حربي أو موكب تبع الجيش يعني، ولا jumping القفز في الهواء. What button did Arthur Ray Hawkins press؟ إيه الزرار اللي هو ضغطه؟ A button for speeding، for flying، for landing، for danger. لا، زرار من الأزرة اللي بنضغط عليهم لما يكون في خطر، يبقى رقم بي، a button for danger. بعد كده بقول لك كلمة tremble اللي معناها يرتعد بتساوي كلمة shiver، برضه معناها يرتعد. يرتعد يعني جسم بيرتجف من البرد كده والخوف والرعب. بعد كده 26، why did the plane gather speed؟ ليه الطيارة جمعت أو يعني خلت اكتسبت سرعة؟ its nose dipped sharply. هوكنز was a clever pilot، عشان هو كان راجل ذكي، ولا كانت طيارة حديثة، ولا كانت مصنوعة بشكل كويس؟ لا، المفروض رقم ايه؟ its nose dipped sharply، لأن أنف المناخ، أنف ال أو الفوهة بتاعت الطائرة، وجه الطائرة بدأ ينغمس في بشكل حاد أو بشكل سريع. انغمس دي يعني ايه؟ يعني مش معناها نزلت في الرمل، معناها إن الطيارة كده ماشية في السماء بدأت تنزل لأسفل، يعني تنحدر مثلا يعني بشكل كبير. What happened to Hawkins as a result of pulling handle؟ ايه اللي حصل للراجل ده لما شد المقبض؟ He was able to breathe fast، كان عارف يتنفس، ولا كان قادر ان هو يندل بأمان، ولا he freed، هو حرر نفسه من المقعد، ولا he landed، هو نزل في ارض المزرعة بالقطن؟ اوريك دي كمان هنا عشان قطع دي، ما هو واقف كده بقول لك he pulled a handle which freed him from the pilot seat. يبقى لما هو شد المقبض حرر نفسه من الكرسي اللي هي دي، يبقى he freed himself from the seat رقم C. طيب باقي معانا بقى كده القطعة التانية كمان نقراها، ربنا يقدرنا عليها كده ونقراها ان شاء الله. القطعة التانية بيقول لك Peter began the task of finding a room where he could live for the next few months. بيتر بدأ رحلته في البحث عن مكان يعيش فيه الكام شهر المقبلين. He wanted a room which was not small، عايز غرفة ما تكونش صغيرة، nor so large، ولا كبيرة، that it would be difficult to heat in winter، لأن الغرفة الكبيرة دي هيكون صعب إن احنا نسخنها أو ندفيها في الشتاء. It had to be clean and comfortable، لازم تبقى غرفة مريحة ونظيفة. It had to be quiet with a view that didn't look directly on the street، لازم يكون الغرفة دي هذه أول فيو بتاعها ما يكونش ببص مباشرة أو بطلع مباشرة مع الشارع. On the website he visited there were very few advertisements for rooms to let، بقول لك الإعلان اللي هو بص عليه ما كانش، الموقع اللي كان بص عليه يعني ما كانش عليه غرف كتيرة. I noticed in a capital letter caught his eye، في ملحوظة مكتوبة بحروف كابيتال كده جذبت انتباه الراجل. مكتوب فيها ايه بقى؟ Bolton's accommodation، إقامة بولتون agency أو يعني وكالة إقامة
لشركة بولتون لندن flats and rooms to let. He made a note of the address and set off a search of the agency to find them. الراجل لمح، يعني هو الشخص اللي بيحكي عنه ده لمح مكتوب على صفحة على الانترنت وكالة الإقامة بتاعت بولتون دي، فبدأ يدور دخل على موقعهم. he found it in a narrow street. لقاها موجودة في مكان شارع ضيق جدا. the woman at the desk gave him a list of about dozen landladies who had rooms. الولية اللي هناك قاعدة على المكتب بتته قائمة كاملة بصاحبات الأماكن اللي ممكن تأجر عندهم. At the first house, أول بيت حاول جربه بيتر يعني، the landlady who was about 70 years old was so deaf that he had to shout to make her hear. بقول لك الأوضة الأولانية كان السيدة صاحبة المكان ما بتسمعش، فكان هو بيصوت عشان يسمع. When at last she understood, لما فهمت، she shook her head، هزت رأسها. At the second house on the list, all the rooms were taken. طبعا كلمة shake his head يعني يهز رأسه رافضا. في المراح مكان تاني بقى ليه كل الغرف مأخوذة. At the third, المكان الثالث، the landlady wasn't at home. الولية ما كانتش في البيت أصلا. There was a telephone number after one of the addresses on this list. يعني كان في تليفون، رقم تليفون موجود انت ممكن ترن عليه. He rang up the landlady. اتصل بالولية بالسيدة. To his relief, اللي ريح له عصابه يعني، she had one vacant. ان هي كان عندها مكان واحد فاضي. He hurried to the house. أسرع للمنزل. Which stood at some distance from the road. المكان بعيد عن الطريق بشوية. The room he was shown lay at the back of the house. الغرفة اللي يقعد فيها كانت في ظهر البيت بتطل على حديقة مليئة بالورود. He noted too that there was a large table in the room. لاحظ ان في ترابيزة كبيرة في الغرفة. Where he could spread out his books. ممكن يحط على كتبه ويشتغل بارتياح. Without hesitation, من غير تردد، he paid a week's rent in advance and went back to the station to get the luggage. أنا عايز أفهم يا جدعان، إيه لازم القطعة اللي أنت قلتها دي يا عم؟ إيه يعني إيه سبب اختيارك لقطعة زي دي؟ أنا مش عارف، مش أي حاجة. يعني حاجة تقفل الإنسان أكتر ما هو مقفول بأمانة يعني. بنقرأ بقالنا ربع ساعة والقطعة ما فيهاش فكرة حسية ولا معنوية ولا أي نيلة خالص. السؤال الأولاني بيقول لك where did Peter get information about accommodation؟ بيجيب المعلومات عن الإقامة منين؟ from the railway station، من محطة المترو، ولا from the accommodation agency، من الأجنسي، ولا من اللاند ليدي، ولا from a woman he met in the street، من امرأة قابلها في الشارع. أكيد من الأجنسي زي ما رقم بي كده موجود فوق. قال لك إن هو جاب المعلومات كلها من الأكوموديشن أجنسي، بيتصل بيهم فهم يدوا كل التفاصيل. قبل ما يدفع الإيجار، بيتر didn't show hesitation، لم يبدي ترددا. قال لك هو في آخر جملة خالص كده قال لك إنه لم يبدي ترددا لأنه شايف المكان واسع. Why didn't Peter telephone all the addresses on the list؟ ليه ما اتصلش بكل الأرقام الموجودة على القائمة؟ He didn't want to annoy the people، هو مش عايز يزعج الناس. ولا he didn't want to pay money for call، مش عايز يدفع فلوس على المكالمات. ولا the first three houses were near، التلات بيوت كانوا جنبه. ولا only one had a telephone number، يعني الراجل قال لك فوق إن مفيش غير واحد بس كان مكتوب جنبه تلات أرقام تليفون عشان كده كلمه يبقى رقم دي. How did Peter get a description of the room he finally took؟ هو جاب الوصف بتاع الغرفة منين؟ He was given description in the agency، أعطي الوصف من الأجنسي. ولا he was given description on the phone، ولا he was there and saw the room himself، ولا he got the luggage from the station. وقال لك ان بيتر راح بنفسه هناك وشاف الغرفة وليه في غرفته اللي هو قاعد فيها دي في الاخر، وان هي فيها ترابيزة شاف الترابيزة في النص، قصة كلها كده يعني. يبقى he was there and saw everything himself. let a room معناها to hire، يستأجر، او to just to rent، يستأجر غرفة. let a room يعني يستأجر غرفة. because he was not living in room he paid a week's rent in advance، لان هو كان قاعد كان ايه يعني في روما، هو دفع اسبوع واحد مقدما. enthusiastic about ولا brilliant at ولا immersed in ولا exciting about، مش عارف اقول لك هو كان exciting يعني كان مثيرا. طيب هو كان مستغرقا في الاقامه ولا كان ذكيا ولا كان متحمسا للاقامه؟ enthusiastic about اكيد رقم ايه حتى منطقيا من غير قطعه. enthusiastic about هي المظبوطه في المعنى العربي. الليدي shook her head، قلنا دي معناها انها رفضت disapproval اللي هي رقم C.
بقول لك بيتر سيمز يبدو ان بيتر ده طالب، لانه قال لك عايز ترابيزه هيذاكر عليها ويقعد يقرا كتب وحوارات وكده يعني. الترجمه بقول لك despite the challenges، برغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، الا ان هناك اصرارا على التغلب عليه، على الرغم من المشكلات، وما لهاش مشكلات قال تحديات، فاللي فيها مشكلات بيطلعوا بره. رغم التحديات التي تواجهها الاقتصاد المصري الا ان هناك تعاونا، ما قالش تعاونا، قال determination اصرارا، يبقى دي بره، يبقى الاجابه رقم د. تحولت القياده عبر المدينه الى تحدي صعب بعد ان زادت اعداد السيارات وازدحمت الطرق. driving through the city turned into a difficult challenge as the number of cars increased and the roads became congested. رقم ايه دي مظبوط؟ طيب بقول لك يبقى القياده عبر، طبعا انت تشد القياده اللي هو قياده البلد، انك تبقى قائد في البلد يعني، ودي كمان بره. driving through the city turned into a difficult challenge as the number of cars increased and the roads became compacted لكن congested، انت تقول الطرق ازدحمت يبقى congested. امال compact؟ compact معناها مضغوط، لا زي الاسطوانه المضغوطه، الكورس مضغوط كده يعني. طيب بعد كده what is the moral lesson of the story؟ ايه الدرس الاخلاقي في القصه؟ افضل اجابه للسؤال اللي تكتبها ان good is rewarded، ان الخير يكافئ، but evil is punished، وان الشر يعاقب. رقم 39 it is natural to boast about، is it natural، هل من الطبيعي انك تتفاخر بشان ما تمتلكه من مهارات امام الاخرين؟ هل ده شيء طبيعي انك تقول نو؟ طب ليه يا عم؟ because we must be humble in order not to make other people مثلا hate us، لكي لا نجعل الاخرين يكرهوننا. خلص الامتحان. طبعا الامتحان ده تقريبا اكتر امتحان حليته وانا في حاله يرثى لها، لان بصراحه مرهق لابعد حد، لكن ما حبيتش اخره برضه. ان شاء الله النهارده هنكمل لحد اخر الامتحانات، لكن هيكون ده بالليل لما فوق كده، ان شاء الله لحد اخر الامتحانات يعني. النهارده هحل كل الامتحانات الباقيه لحد الامتحان العاشر.